بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة معنا لسون 1 and 2 من كتاب المعاصر، بالنسبة للإصدار الأخير لمنهج الصف الثالث الثانوي، ومعانا الجزء الخاص بالفوكاب. ولكن دايما كلنا البداية مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة للفوكاب، مراجعة سريعة على الفوكاب. announce announce يعني يعلن، broad sheet يعني صحيفة رسمية، broad sheet، casualty casualty يعني خسارة أو فقد أو حالة وفاة، casualty خسارة أو فقد أو حالة وفاة، cheat cheat يعني غشاش أو الفعل منها يغش، claim claim يعني يزعم أو يدعي، claim، compensate compensate يعني يعوض، compensate، كلمة compensate معناها يعوض، compensate، convict convict يعني مذنب أو يدين، convict convict مذنب أو يدين، convict، demand demand يعني يطالب أو طلب أو أمر، incident incident يعني واقع أو موقف عارض، incident، investigate 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 يعني يحقق أو يتحرى، investigator investigator اللي هو المحقق، long awaited long awaited يعني طال انتظاره، long awaited، nosy nosy يعني متطفل، nosy، جامل كلمة nose انف، nosy يعني متطفل أو يعني له حشري، occur 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 يعني يحدث أو يقع، بتساوي happen، piracy piracy يعني القرصنة، pirated pirated يعني مقرصن أو مسروق، punish punish يعني يعاقب، punishment punishment يعني عقاب أو عقوبة، ruin ruin يعني يدمر أو حطام، ruin، shock يعني يصدم أو الصدمة، كفعل أو كاسم برضو، يصدم أو الصدمة، shocked the adjective as adjective يعني مصدوم، spin spun يعني يلف أو يدور، tabloid tabloid يعني صحيفة شعبية، tabloid صحيفة شعبية أو صحيفة إثارة، tabloid، violate violate يعني يخالف، wait with bated breath expression على بعض يحفظ كده، wait with bated breath، wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر، analysis analysis يعني تحليل، analysis اللي هو تحليل، around around يعني حوالي أو حوله، around كأدفرب أو كحرف جر، around، author author يعني مؤلف، authority authority يعني السلطة، authority، back يعني مؤخرة أو ظهر، behave behave يعني يتصرف أو يسلك، bias bias يعني تحيز، bias، block بلوك يعني يسد أو يغلق أو يحجب عن الرؤية، بلوك، تشانس تشانس يعني فرصة، سيلبريتي يعني شخصية مشهورة، سيلبريتي means famous، كونتنت يعني محتوى أو مضمون أو معناه كأدجكتيف معناه قانع أو راضي، يبقى كونتنت كاسم محتوى أو مضمون ولكن كأدجكتيف معناها قانع، mention mention يعني يقول أو يذكر، mid day يعني منتصف النهار، miss يعني يفتقد، non native non native يعني أجنبي، obtain يعني يحصل على، permission permission إذن أو تصريح، prison prison السجن، products products يعني منتجات، prove يثبت أو يبرهن، prove، publication النشر أو عمل مقروء، publish يعني ينشر، publish يعني ينشر، publish، copy يعني نسخة، copy copied نسخة أو ينسخ كفعل وكاسم، copyright copyright يعني حق النشر، court يعني محكمة أو معناه ملعب كرة التنس، court برضو معناه ملعب كرة التنس، crime يعني جريمة أو جناية، crime، criminal يعني جنائي أو إجرامي، criminal، deathly deathly كلمة death يعني موت، deathly يعني قاتل أو فتاك كأدجكتيف، deathly هنا أدجكتيف يعني قاتل أو فتاك، digital digital يعني رقمي، e-book e-book كتاب إلكتروني، emotional emotional
يعني عاطفي. event event يعني حدث أو مناسبة. excitement excitement يعني تحمس أو متحمس. excitement اللي هو الإثارة أو التحمس is the noun. exist يعني يوجد. expert يعني خبير. expert. factual يعني حقيقي. financially يعني ماليا. financially. former يعني سابق. free يعني مجاني. front يعني مقدمة. front. highlight يعني طبعا يبرز أو يظلل. illegal يعني غير قانوني، جاء من كلمة legal يعني شرعي أو قانوني. include يشمل أو يتضمن. including بما في ذلك. intellectual يعني فكري. intellectual. journalist يعني صحفي. knock يعني يطرق الباب. knock. law اللي هو القانون. lawyer اللي هو المحامي. برضو الكلمات دي كلها سبق ان احنا درسناها ولكن revision سريع. publisher اللي هو الناشر. quality سمة او خاصية او جودة. quality. upon التورية. upon. refer يوجه او يشير. remove يعني يزيل او يمحو. require يتطلب. rescue يعني ينقذ. rescue. rescuer يعني منقذ. rescuer. right يعني حق. روت يعني مسار أو خط سير. روت. يبقى عندنا sensational يعني مثير. sensational. secret يعني سري. security اللي هو الأمن. share يعني يشارك. slang اللي هي اللغة العامية بنسميها slang. source يعني مصدر. source. spoil يعني يتلف أو يفسد. spoiled اللي هو spoiled طبعا كفعل شاذ. spoiled. state يعني يذكر أو يقول. strict يعني صارم أو حازم. sum يعني مبلغ. thankfully يعني لحسن الحظ بتساوي كلمة lucky أو بفضل الله. thankfully. type up يعني ينسخ. type up. warn يحذر. warning تحذير. whole يعني كامل أو كل. lecture يعني محاضرة أو يحاضر كفعل وكاسم. بالنسبة لأهم الديفينيشنز عندنا وناخد بالنا إن الديفينيشنز ممكن تجيلي في سؤال في الامتحان كأيتم من أيتمز الامتحان. announce to officially tell people about something especially about a plan or a decision. to officially يعني رسميا. tell people about something تخبر الناس عن شيء. about a plan or a decision عن خطة أو قرار. Broadsheet يعني صحيفة رسمية. means a newspaper printed on large sheets of paper especially a serious newspaper. وخاصة بتبقى serious newspaper يعني جريدة جدا. cheat اللي هو personal غشاش. someone who behaves in a dishonest way in order to get something. someone who behaves يعني يتصرف in a dishonest way بطريقة غير آمنة. in order to get something للحصول على شيء. claim يزعم أو يدعي. to say something is true. to say something is true تقول إن في شيء صح. although it hasn't been proved بالرغم إن هو لم يثبت صحته. although it hasn't been proved. compensate to replace or balance the effect of something. to replace يعني يستبدل أو يوازن. the effect تأثير of something bad. demand يعني يطالب أو يأمر. to ask for something in a very strict and serious way. to ask يعني تطلب something شيء in a very strict بطريقة صارمة أو جادة. incident يعني حدث. an event especially one that is unusual, important or violent. طبعا هنا a formal word meaning event يعني formal word يعني طريقة رسمية لكلمة الرسمية منها event. لكن incident طبعا هنا حدث. investigate اللي هو يحقق. to try to find out the truth تحاول تجد الحقيقة. about something عن شيء such as a crime كجريمة. accident حدث. or scientific problem أو مشكلة
طبعا علمية. occur يحدث، means happen، to happen or exist in a particular place or situation. piracy اللي هي القرصنة، when someone illegally copies and sells someone's work، يعني طريقة غير قانونية فيها ينسخ الشخص عمل أو يبيع عمل شخص آخر. ruin to completely spoil something، يبقى ruin يعني يدمر، to completely يعني تماما، spoil يفسد شيء تماما معناه هنا يدمره. shocked يعني مصدوم الadjective. an extreme adjective meaning very surprised and upset. an extreme adjective يعني صفة قوية meaning very surprised يعني مندهش جدا and upset ومنزعج. tabloid، tabloid newspapers have small pages. tabloid newspapers يعني الجرائد اللي هي الشعبية have small pages بيبقى فيها صفحات قليلة and short articles ومقالات قصيرة with a lot of pictures والكثير من الصور and stories والقصص about famous people عن مشاهير الناس and are often thought of as less serious than other newspapers وبتكون أقل من أوراق أو الجرائد الأخرى. wait with bated breath، وقلنا الإكسبريشن ده يحفظ. wait with bated breath ينتظر بفارغ الصبر. wait with bated breath، wait with bated breath، wait with bated breath، wait with bated breath. waiting with a lot of nervousness and excitement. waited with a lot of nervousness يعني بينتظر بفارغ التوتر and excitement والإثارة. بالنسبة للفوكاب أو الأسئلة الخاصة بالفوكاب، number one، choose the correct answer from A, B, C or D. all I space is to know what mistake I have made. كل اللي أنا عايز أعرفه الخطأ اللي أنا ارتكبته. يبقى هنا all I occur يحدث ولا mention يعني أذكره ولا عندنا block يعني يحجب ولا ديموند. طبعا هنا ديموند كل اللي انا بطلبه او اعرفه ايه اللي أنا الخطأ اللي انا ارتكبته. likely there were no space as a result of the car's accident. luckily يعني الحسن الحظ. there were no warning تحذيرات. casualties طبعا هنا no casualties يعني خسارة. space depend on the emotional appeal to attract readers. convicts اللي هو دين يعني او المدين ولا برود شيتس ولا tabloids ولا عندنا punishment. طبعا هنا الصحافة اليومية او الصحافة الشعبية بنسميها ايه tabloids. depends on the emotional بتعتمد على الايموشنال ابيل يعني الطلب اللي هو الابيل. طبعا هنا tabloids انه اللي هي الصحيفة الشعبية. depends on the emotional appeal يعني طلب emotional يعني مشاعر يعني to attract readers لجذب القراء. this windows version is space not genuine. pirated يعني مقرصن. pirated ولا criminal إجرامي ولا secret ولا سري ولا شقد مصدوم. طبعا هنا pirated. يبقى هنا this windows version is pirated يعني طبعا هنا مقرصن. not genuine طبعا قلنا genuine معناه حقيقي يعني ليس not true or genuine يعني حقيقي. both أحمد and his bride يعني أحمد وزوجته are over the moon يعني طايرين من الفرح. at their space wedding party formal يعني سابق. noisy ولا long waited ولا illegal. طبعا هنا letter C long waited يعني بعد انتظارهم الطويل لحفل الزفاف. you have to work hard to space the absence of Mr. أشرف. you have to work hard يجب ان انت تعمل بجد to compensate يعوض obtain يعني يحصل على obtain ولا refer يشير ولا announce. طبعا هنا to compensate يعني تعوض غياب مستر أشرف. هنا compensate يعني يعوض غيابه. the road is closed because there has been a dangerous. طبعا الطريق مغلق لان في dangerous ايه خطير. permission is incident hides incident ولا عندنا cheat يغش ولا authority. طبعا incident يعني في حادث خطير. the police are still space the crime. طبعا الشرطة ما زالت ruining
تدمر requiring تتطلب highlighting يبرز ولا investigating طبعا الشرطة investigating the crime يعني بتتحرى عن الجريمة. Don't spoil to have done something you didn't take part in. Don't ما تدعيش ان انت عملت حاجة انت ما شاركتش فيها. طبعا هنا don't claim. Don't claim يعني لا يدعي. A police car took the space to person, the ideal place for them, المكان المناسب لهم. طبعا a police car took the convicts اللي هو المذنب او المدين. طبعا هنا convicts معناها المذنب. هنا earthquakes rarely space in Egypt. طبعا earthquakes rarely occur. occur يعني نادرا ما تحدث في مصر. occur معناه تحدث لكن منشن يذكر. بلوك قلنا يحجب. دموند يطلب. space is a crime punished by law يعني جريمة بترتكب. a crime punished تقبي يعاقب عليها القانون. طبعا warning التحذير casualty ولا piracy. طبعا piracy اللي هي القرصنة piracy. I got tired of those space people who don't respect other privacy. أنا لا أحترم الناس اللي إيه اللي بتتدخل في شؤون غيرها. طبعا بنسميهم إيه نوزي. نوزي يعني حشري أو متطفل. The exam results will be spaced tomorrow. يعني نتائج الامتحان هتعلن غدا. Announce يعني يعلن. لكن refer يشير. obtain يحصل على قلنا. compensate يعود. the violent storm completely spaced the old wooden house. العاصفة المدمرة طبعا هنا completely ruined. قلنا ruined يعني يتلف أو يدمر. space usually use formal language من اللي بيستخدموا فيها usual أو عادة ما بيستخدموا فيها لغة رسمية. convicts اللي هو المدين ولا broadsheets اللي هي الجرائد الرسمية. طبعا البروتشيت الجرائد الرسمية. It's a crime to space copyright law. It's a crime to behave يتصرف. investigate يتحرى. ولا عندنا هنا violate. طبعا violate يعني ينتهك. ينتهك اللي حقوق الطبع. معنى هنا حقوق النشر أو الطبع. I was space on hearing that my uncle had died. طبعا انا اصبت بايه لما عرفت ان عمي او خالي توفى. ايوه شوكد. شوكد يعني اصيب او انصدم يعني. What really surprises me is how such a space can be trusted person is the best place for him. What really surprises me يعني ما يعجبني is how such a can be trusted ممكن احنا نثق فيه. person is the best place السجن افضل مكان for him ليه. permission اللي هو الاذن او التصريح ولا incident حادث ولا cheat. طبعا cheat اللي هو مقصود هنا بيه الغشاش. لكن طبعا authority يعني سلطة. authority the suspect اللي هو المتهم is be there is evidence that he hadn't left his home ان هو ما غادرش منزله. بجد يتوسل. caused يتهم. scared طبعا هنا طبعا يقضي الشيء. ولا claimed طبعا claimed يعني يدعي. claimed يعني بيدعي ان هو معاه دليل ان هو كان في المنزل. my cousin and I had so many an amusing space together. exhibits ولا incidents ولا aircrafts ولا passengers. طبعا هنا incidents يعني حوادث مع بعض. The World Cup is an important sports. طبعا هنا كأس العالم ده event حدث عالمي. طبعا هنا event يعني حدث. in the past there was a strong cultural space against women. كان في ايه تحيز ضد المرأة. يعني كلمة هنا تحيز ضد المرأة طبعا هنا bias اللي هي letter G. bias يعني تحيز او انحياز. what really makes المعاصر on the top is its professional educational content. content يعني المحتوى بتاع اللي بيخلي كتاب المعاصر في القمة اللي هو المحتوى. I had to answer all the questions. يجب أنني أجب كل الأسئلة of the space before I could go home. I witness ولا version ولا investigator ولا exaggeration. طبعا exaggeration اللي هي المبالغة. طبعا هنا letter C investigator اللي هو أرد أو أجب على أسئلة المتحري before I could go home قبل ما أرجع على منزلي.
All the students attend the space of Professor Akram. Journalism اللي هي صحافة, lectures اللي هي المحاضرات, ولا عندنا clubs ومنحدر, locations موقع, طبعا هنا lectures يعني محاضرات Professor Akram. Heavy clouds يعني السحب الكثيفة, space out sunlight, طبعا هنا block, block يعني بتحجب السحب ضوء الشمس. You have the space to express your opinion. You have the right يعني ليك الحق ان انت تعبر عن حقك, فطبعا هنا have the right يعني لديها حق. He is a space lawyer who defends only the innocent. He is a prioritized lawyer, بيدافع عن الانوسنت الابرياء. He is prioritized ولا criminal ولا secret ولا شوك. ده عندنا طبعا he is a criminal lawyer يعني محامي المجرمين. هو defends بيدافع only the innocent عن الابرياء. My father is a retired banker يعني والدي كان عامل في البنك متقاعد. He was a space manager of the national bank. كان هو ايه سابق, طبعا هنا he was a formal يعني سابق يعني كان مدير بنك ايه سابق. The file اللي هو الملف was spaced to the legal department to study it. The file was compensated يعني يدين طبعا أو يعوض. Obtain يحصل على, referred يشير إلى, طبعا هنا referred to يعني بيشير إلى القسم القانوني. The Egyptian space succeeded in putting an end to Israel attack on Gaza, Gaza Strip يعني قطاع غزة. Permissions يعني طبعا السماح. Incidents اللي هي الحوادث عندنا, ولا عندنا cheat خداع أو غش, ولا the Egyptian authority طبعا Egyptian authorities اللي هي السلطات المصرية نجحت في put an end لوضع نهاية للصراع الإسرائيلي وقطاع غزة. Taking a break يعني أخذ راحة is space to renew your energy لتجديد طاقتك. Ruined يعني يدمر. Required highlighted يعني يبرز. Investigated طبعا هنا investigated قلنا معناها يتحرر, لا هنا required يعني بيتطلب. Taking a break يعني أخذ فترة راحة, بيتطلب to renew your energy. At the very beginning of a speech يعني في بداية الحديث, space your full name أذكر اسمك. Spoil spin claim state طبعا هنا state your full name يعني أذكر اسمك. State a space is a place where justice is achieved and crime is punished. طبعا إيه اللي فيها العدالة بتحقق والجريمة بتعاقب. طبعا court يعني المحكمة. المحكمة فيها العدالة تحقق والمذنب بياخد حقه. In his speech في خلال خطبته, Mr. محمود space all his team members by their names. Occurred يعني ولا mention طبعا هنا ذكر كل الأسماء اللي هو ايه موجودة في الفريق. It's space to take something that doesn't belong to you. طبعا it's illegal يعني غير شرعي ان انا اخد حاجة لا تخصني. It's better if the readers can space epochs at a lower price. It's better if the readers can compensate يعني هيعوضوا compensate ولا obtain طبعا هنا obtain. It's better if the readers can obtain يعني يحصلوا على الإيبوكس والكتب الإلكترونية at a lower price بسعر منخفض. I can't take this decision without making without my father's ما عرفش أخذ القرار ده without my father's permission اللي هو إذن أو تصريح. طبعا هنا my father's permission. Your CV CV بتاعك should space your qualifications and skill يعني لابد ان هو يحتوي على ال qualifications المؤهلات وال skills المهارات. طبعا هنا معناها يكون او يبرزهم. طبعا هنا highlight ممكن نقول روان يدمرهم, require يتطلبهم, ولا highlight يعني يبرز مؤهلاتك ومهاراتك. The students stopped making noise when the teacher look gave them warning تحذير.
casualty طبعا هنا، ولا piracy ولا riot طبعا هنا. warning warning يعني تحذير، مجرد ما المدرس اعطاهم تحذير فطبعا توقفهم. if someone tells you a space it isn't honest to let others know it. if someone tells you a pirated a criminal a secret a شجد. طبعا if someone told you a secret لو حد قال لك سر، it isn't an honest to tell يعني غير امين ان انت تخبر عنه. to space is to officially tell people about something especially about a plan or a decision. طبعا هنا to announce announce يعني يعلن، is to officially يعني بطريقة رسمية tell people about something يبقى هنا announce يعني. لكن cheat يغش، كلام قلنا يدعي، compensate يعني يعوض. a space is someone who behaves in dishonest in a dishonest way in order to get something. طبعا an incident ولا cheat ولا court ولا piracy. طبعا اللي هو cheat يعني يغش او يخدع. in who behaves in a dishonest way يعني بتصرف بطريقة غير امنة او امنة. a way in order to get something عشان يحصل على شيء. to speak is to say something is true although it hasn't been proved بالرغم من انه لم يثبت صحته. to cheat طبعا قلنا cheat معناه هنا يغش. to cheat ولا to claim طبعا هنا claim يدعي. to claim is to say something is true يعني تدعي ان الشيء ده صح. although it hasn't been proved بالرغم من لم يثبت صحته. to speak is to replace or balance the effect of something bad. to demand طبعا demand قلنا معناه يتطلب ولا claim يدعي ولا allowance ولا compensate طبعا هنا compensate يعني يعوض. معناه to replace يعني يحل او يستبدل. all parents او balance يوازن the effect of something bad عن تأثير شيء ضار. a space is an event يعني حدث especially one that's unusual يعني غير عادي. important or violent يعني هام or violent يعني عنيف. طبعا قلنا incident اللي هو الحدث. means an event طبعا incident means an event. a to space is to ask for something in a very strict and serious way يعني to ask يعني بتطلب شيء. in a very strict بطريقة strict صارمة and serious وجادة طبعا. to demand يعني يطلب. to demand. to speak is to try to find out the truth تجد الحقيقة about something عن شيء such as crime عن جريمة accident حادث or scientific problem أو مشكلة علمية. طبعا هنا investigate يعني يتحرى. investigate اللي هي يتحرى. space newspapers have small pages يعني عبارة عن جرائد. have small pages يعني لها small pages يعني صفحات قليلة أو صغيرة. and short articles ومقالات قصيرة with a lot of pictures وفيها صور كتيرة. and stories قصص about famous people عن ناس أو مشاهير الناس. and are often thought of less serious than other newspapers وأقل من الجرائد الأخرى. طبعا هنا tabloid اللي هي إثارة أو مجلة لإثارة البلبلة أو المجلات الشعبية. to space is to happen or exist in a particular place or situation means happen يعني occur. occur يعني يحدث. space is when someone illegally copies and sells someone's work يعني طريقة غير شرعية إن هو شخص ينسخ أو يبيع عمل شخص آخر. طبعا هنا cheat. cheat يعني غش أو يعني يخدع. to space is to completely spoil something يعني يفسد الشيء تماما. طبعا هنا ruin قلنا معناها يعني يدمر. space means very surprised and upset يعني surprised upset طبعا ايه شوكد. شوكد يعني مصدوم. The last one آخر sentence معنا space is a phrase meaning waiting with a lot of nervousness and excitement يعني بينتظر بعصبية واكسايتمنت يعني إثارة. طبعا هنا wait with bated breath. breath هنا معناه يتنفس ولا wait with bated breath طبعا ينتظر بفارغ الصبر وقلنا الاكسبريشن ده يحفظ. wait with bated breath. wait with bated breath يعني ينتظر بفارغ الصبر. wait with bated breath. ومن هنا وصلنا للجزء الخاص بالفوكاب وانتظر ان شاء الله الجزء الخاص بالفوكابلوري vocabulary study next time. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.